هوس التباهي والوصول ولفت الأنظار أصبحت حالة ظاهرة في مجتمع الشباب، ربما عززتها وسائل التواصل الاجتماعي وسباق جمع المتابعين وتحقيق المكاسب بشكل أو بآخر. طبعا هذا الموضوع حديث الناس في الفترة الأخيرة وحيكون أيضا موضوعنا، ولكن من الناحية النفسية مع ضيفتي العزيزة صفاء مراد. أهلا وسهلا صفاء. يا أهلا وسهلا فيك. يعني أول شيء بسألك، يا تبي تصيري مشهورة، يعني أنت شايفة اللي بيصير حولنا من الشباب، فكيفك مع الشهرة؟ إلى حد ما صعب أنه الإنسان يقول عن الشهرة شيء مو حلو، بالعكس هي شيء جميل أنه الإنسان يكون منعرف، بس دائما أقول الشهرة اللي تشبه شغفنا، يعني شهرة في حاجة أنت مشهور فيها تشبه الشيء اللي أنت قاعد تسويه، مو مضطر تسوي شيء ثاني عشان الآخرين عشان تنشهر فيه. فشهرة أنك أفضل مهندس، أنك أفضل دكتور، أنك أفضل أخصائي، أنك أفضل مذيع في الفيد اللي أنت فيه، بالعكس هذه الشهرة تعتبر جميل. طب سؤالي المهم، يعني هل الإنسان بطبيعته يحب التباهي، يحب لفت الأنظار؟ يعني هل هذا اللي بنشوفه طبيعي في طبيعتنا البشرية، ولا حالة نفسية ممكن يعني نقيمها كحالة نفسية؟ كلمة حالة نفسية لم نقدر نقول كلمة شوية يعني مرنة، فخلينا نفسرها بالضبط. احنا دائما لما نروح مكان نحب انه احنا نذكر في هذا المكان انه فلان دخل فلان جاء، شيء جدا حلو. بل بالعكس النقيض، لو انا جيت وحسيت انه ما لي مكان وما لي شيء وما لي اسم في هذا المكان، هحس انه انا حضايق شوية. كل شيء سبحان الله، نرجع للقاعدة الأساسية في الوسط. إذا كان التباهي، حتى ما نقول اسمها تباهي، ولكن إذا كان تبى تفرض مكانتك بثقة بنفسك، بعيدة عن الكبرياء، بعيدة عن أنا ومن بعد الطوفان، هذا تعتبر شيء جدا من أبسط حقوق الإنسان اللي تعب وعمل حاجة معينة عشان يوصل لها. ولكن إنه فقط هي دائما فين الربط؟ لم يفين فين الأساس؟ إيش أنت مع الآخرين؟ يعني إذا أنت حابب أنك تظهر وتظهر الآخرين معك، هذا شيء جميل إذا نفسيتك حلوة مع الكل. ولكن إذا أنا وبس أنا أحسن واحد وأنا أفضل واحد وأنا وبس، هنا الموضوع يبدأ يكون إشكالية وحالة نفسية يجب أن تداركها في نفسك. طب السوشيال ميديا خلتنا نشوف هذه الظاهرة بكثرة في الفترة الأخيرة، برأيك إيش أهم الدوافع لو تكلمنا عنها؟ خلينا نقول حاجة جدا مهمة. دوافع الشهرة أو دوافع الإنسان يكون باين أو ظاهر في أماكن أو في حياته، هي دوافع رقم واحد يمكن سبحان الله يحاكي حاجة في نفس البشرية أو نفس الإنسان. عدم ثقة في النفس مثلا، ما نقدر نقول عدم ثقة، لأنه في ناس كثير واثقين من نفسهم ويكون بالعكس يسعوا إلى الشهرة ويسعوا إنه اسمهم ينعرف. وفي ناس آخرين يكون خلينا نقول ما عندهم ثقة بأنفسهم، وتلاقيه بالعكس هو ما يبغى يظهر. فحسب شخصية الإنسان ترجع نوعا ما. إذا كانت الأمور هذه ما فيها أذية للآخر وما فيها غطرسة أو كبر على الآخر وعلى الآخرين، فهذا يعتبر شيء يعتبر جميل. ولكن إذا بدأت تأخذ حياتك، بدأت تأخذ من شخصيتك، بدأ يصير الموضوع إنه في ناس كانوا قبل الشهرة وبعد الشهرة، بدأت تفصل حياتي قبل الشهرة وبعد الشهرة، بدأت تصير إنسان مختلف، هنا الموضوع يحتاج إلى وقفة مع النفس. أو ممكن نقول أن أهم دافع هو الوصول للشهرة بشكل سريع، يعني أنا أتباهى وألفت الأنظار عشان أوصل للشهرة بأسهل طريقة ممكنة إن صح التعبير. طب هل حب الظهور والتباهي ممكن يكون عدوى وكله بيقلد كله في السوشيال ميديا؟ خلينا إذا نبغى ناخذ الموضوع على السوشيال ميديا أكثر، فأنت عارفة الموضوع صار أشبه ب سبحان الله كأنه شيء بينتقل للكل. يعني زمان كنا تكلمنا أتوقع في برنامجنا زي في موضوعنا، كنا نقول إنه الشخص مثلا يصحى، صارت موضة إنه يقول أنا اليوم سيء، أنا اليوم سلبي، أنا اليوم، وكان الواحد مفروض ما يكون إيجابي أول ما يصحى عشان هو حيحصل مود كويس لو قال سلبي مع الآخرين. العكس صحيح، لما يكون في حاجة يمكن نسميها هبة هبة، فالكل يهب فيها والكل يكون ترند أو شيء معين. فممكن قدر الإمكان، أنا بعض الناس جلست معاهم لمية عندي في العيادة، جوني ناس ويعتبروا من الناس المشاهير، ولكن لما جوني متجردين من كل شيء، لقيت جواتهم ناس فعلا فعلا قمة في التواضع وعكس ما يكون على الشاشة تماما. فلما سألتهم فتفاجأت في جوابهم، كانوا يقولوا إنه الناس تبغى كده، أو بعض المجتمع يبغى كده، أو أنا لازم أصور إنه أنا كل يوم بشتري براند أو شيء. حتى أنا قلت كذا، يعني لاحظت فعليا يمكن الغلط اليوم مو من الناس اللي بتنشهر، يمكن من الناس اللي بتتابع، لأن الناس اللي بتتابع تحب تتابع الإنسان اللي شايف نفسه، اللي عنده، اللي يلفت الأنظار، اللي مسوي شخصية قوية مثلا. هو ولا شيء في النهاية، فأنا توقعت هذا الموضوع تماما. طب إذا قلنا أن الشهر اليوم مشروع،
وهي مشروع صراحة لكثير من الناس ما شاء الله تبارك الله، للحصول على مكاسب مادية معنوية whatever كانت. هل نقدر نلوم سعي الإنسان لتحقيق هذا المشروع ولا لا؟ كنا أمس نتكلم في موضوع الشغف، فكنت أقول إنه الإنسان مهما كان الشيء اللي يحبه قاعد يسويه، إيش ما كان مشروع سواء أنا ولميا شايفينه مهم أو لا، في النهاية هو قاعد يكسب فيه رزق، وشايف هذا الرزق بيصحي أو بينوم أو بيسوي، فهذا يعتبر شيء إيجابي له. كثير من المشاهير يمكن الناس اللي ما يعرفها، أو هذا يكون عندهم سكادجول ويكون عندهم تنظيم ما بين وقت الإعلان، تنظيم ما بين شيء معين، وتوتر أعصاب طول الوقت. أنت لما لازم خلال الوقت هذا تتكلم في سكريبت معين، لازم في إعلان معين، لازم شيء معين، يمكن يعتبر بصعوبة المشاغل المكتبية، ولكن يمكن هو الأكثر رزقا على حسب موضوع المتابعين وكذا. فأنا من الناس اللي أميل عدم استنقاص أي أحد إيش ما يسوي، أي أحد بيفتح أون سناب شات طالما إنه ما بيأذي الآخرين بكلامه، طالما إنه ما بيعلم الآخرين شيء غلط، طالما إنه عنده احترام لنفسه وللمشاهدين اللي قاعدين يشوفوه وما بيطلع عن قاعدة معينة، فهذا معناه هو شيء بالعكس مبسوط فيه وقاعد يسويه. وكثير لو تلاحظي، لو إحنا نبغى نسوي، خلينا نكون واقعيين، نبغى نشهر شيء معين أو نبغى، فخلينا نشوف مين المشهور اللي عنده قاعدة واو إلى آخره، بس دائما كمان بندقق على كلمة المصداقية، مين الشخص. يعني لو في شركة أو في أحد حتى لو كان بيسوي إعلان، صدقيني صار يروحوا للإنسان اللي عنده مصداقية أكثر، مين المؤثر وليس مين المؤثر. المشهور برافو، مين المؤثر، لأنه في فرق مرة كبير بين مشهور ومؤثر. مؤثر ممكن يكون ما عنده عدد متابعين جدا كبير، ولكن سبحان الله تأثيره جدا جميل وقوي. صحيح. طب متى نقول أن الموضوع هنا ممكن يكون خرج عن السيطرة؟ يعني بنشوف أن في ناس كثير تغيرت شخصياتهم بالكامل، يعني جردوا من هويتهم وذاتهم وشخصيتهم وتحولوا الإنسان مختلف تماما عما كانوا عليه، فإيش نسوي؟ يمكن هي اللي تفضلتي فيها لمية، هو الإنسان مجرد يتجرد من نفسه أو يتجرد من شخصيته أو هويته. يعني الشهرة شيء زي ما هو جميل، برضه هو مو دائم، زي أشياء كثيرة في الحياة ما هي دائمة. فإذا أنت هذه الشهرة بمقابلها هتاخذك من شخصيتك، هتاخذك من قيمك، هتاخذك من اهلك، هتاخذك، هذا الشيء لازم تعمل عليه كنترول باسرع وقت، ولازم تحاول قدر الامكان انك تحس انه لا، هي صح سباق يمكن قد تكون، ولكن برضه في النهايه لو ديدلاين ولو حاجه معينه، فحاول في السباق هذا انجز وانبسط وعيش الشيء اللي انت شايفه، ولكن لا تخسر الناس في الطريق، عشان يوم ما يوقف السباق ترجع تلاقي الاخرين ستيل معاك وموجودين. حتى لو انت راحت منك الشهرة في يوم، تلاقي لسه الناس الأصيلة الطيبة اللي أنت كنت معاها أصيل رغم التغير، تلاقيهم جاهزين لاحتضانك ووجودك، لأنك على الأقل ما تغيرت عليهم. صحيح، هم الأساس طبعاً بالنهاية. طب في المقابل بنواجه شخصيات ما يحبوا الظهور أبداً، بنشوفهم دائماً خلف الكواليس، فهنا كيف نفسر هذا النوع؟ البعض يفسر الأشخاص اللي ما يحبوا، يعني خلينا نقول مش دائما لمية نقدر نقول عنهم خجل اجتماعي. ممكن يكون عنود عندك خجل لا اجتماعي؟ لا، مش دائما أقول لك نقول خجل اجتماعي، لأنه ممكن يكونوا محركين أساسيين بس من وراء الشاشة. البرنامج لأنه فيه أنت اليوم، لو ما في كل الفريق والأعداد هنا ما كان حيكون برنامج طبعا، لو مو شخصياتهم ما تحب الظهور ما حيكون، لو المخرج، لو هذه الأمور كلها. في أشخاص سبحان الله دائما نقول لهم زي النسمة، خلقوا عشان يكونوا دائما محركين أساسيين للشيء، إن كان مخرجين، إن كان معدين برنامج، إن كان وتلاقيهم حتى يعني ابتسامتهم، استقبالهم ما وإلى ذلك، يمكن يصنعوا يومك أو بداية يومك. فمو دائما هم يكونوا أشخاص عرضة، لأنه لا، أنت لازم تكون اجتماعي. يعني على سبيل المثال على السريع، اليوم جاتني واحدة من مراجعات الساعة تقريبا ظهر، قالت لي إنه أنا إنسانة حساسة، أبغاك تخليني أبطل أكون حساسة وأكون ما أحس. ليش؟ عشان الناس طول الوقت يقولوا لي أنت حساسة. قعدت أقولها قد إيش ميزة البنت لما تكون حساسة. صرنا لمية ونفس الشيء، اللي ما يحب الظهور هذا يعتبر اللي ما يحب الظهور هذا يعتبر ميزة، إيه ما كان الموضوع خجل، هو أكيد عارف نفسه خجل أو لا. فنترك الناس شخصياتها جميلة بما خلقت وبما هم أصلا فيها، لو ما وجد الاجتماعي وما وجد الإنسان الحساس، ولو ما وجد كان ما صرنا ميكس جدا جميل في هذه الدنيا. صحيح. فما في ستاندرد ثابت، ولازم كلهم أكيد يكونوا لمية، ولا كلهم يكونوا صفاء، ولا كلهم كل واحد يمثل كلنا مكملين لبعض. فعلا أتفق معك صفاء. طب خلينا نتكلم عن الأطفال. اليوم الأطفال دخلوا على هذا الخط وصاروا يعني عندهم صراحة حب الظهور ولفت الأنظار، وبنشوف أطفال أعمارهم صغيرة جدا. هل في تأثير نفسي ممكن يأثر في شخصياتهم لاحقا مع الشهرة؟ خلينا نقول إنه الشهرة دائما بتحطك في موقف الظهور أمام الآخرين، هي في مشكلة بس دائما بنخاف عليها من الأطفال.
حتى لو يجوا يسألونا مثلا أنا كأم أحب ولدي يظهر، هذه كلها في النهاية تعتبر ترجع للأهالي إذا إحنا محافظين على نفسيتهم. بس في حاجة معينة للأطفال اللي يترك معاهم السوشيال ميديا هم المحركين لها، فنخاف عليهم لمية من التأثر بالتنمر، يعني إلا ما يجي أحد يقول كلمة سيئة، إلا ما يجي أحد يتنمر على شكلهم، على بالذات إذا أكثرهم في طور النمو اللي هو لسه دوبهم بيكبر ودوبهم بينتقلوا من طفولة إلى مراهقة أو أطفال، فتلاقي ممكن يقول لهم كلمة على جسمهم على شكلهم. إحنا الكبار ممكن نتحمل، لكن صح. الطفل ترى ممكن من يومها يبدأ عنده أزمة ثقة ويبدأ عنده أزمة جدا كبيرة. فحتى ولو إنه في ناس هذا الشيء لازم نعرف ننتبه، عشان كده دائما حقوق الإنسان وهذه الأمور كلها يقول لك الأطفال بعدوهم على الشهرة، ترى هذا المربط الأساسي عشان الطفل لا يتعرض لتنمر طول الوقت تفضل تعالجه من مكان لمكان ما تقدر تعالج. وهذا الموضوع المهم اللي أبى أتطرق له معاكي صفاء، يعني مو كل الناس تقدر على تحمل مواجهة الأضواء بنفس الطريقة، بالتالي ممكن يلاقوا أيضا نفسهم بيواجهوا متاعب غياب الخصوصية هنا، فهل تتفقي معايا في هذا الموضوع؟ طبعا أكيد، لما أنت تكون ما وصلت الشهرة، خلينا نكون منطقيين، لأكبر عدد كل ما أنت فقدت خصوصيتك حتى في الأماكن العامة حتى اللي برا، حتى أحيانا نعتب بعض الأحيان لما نيجي نشوف شخص مشهور جدا وعنده فولورز وعنده قاعدة ويجي يقول لا أنا متضايق أنا ما بحد يسلم علي، لا هذا الشيء هو يعتبر ضريبة، أكيد تسمع ضريبة الشهرة، فضريبة الشهرة أنك تكون سليم. ولكن الناس أنا حاسة صارت أكثر يعني أكثر تفهما لهذا الموضوع، كثير ناس بنشوفهم يقولك أنا استحيت أسلم على فلان عشان شفته مع أهله صح. فما أعرف ليش حاسة أن الدنيا قاعدة تمشي إلى نحو الرقي وتفهم الوعي. الآخرين والوعي، شكرا الوعي، فصار الوعي أفضل لما يشوفوا المشهور مع أهله أو كذا، بالعكس مو دائما يعني يفرضوا عليه أنه يصوروا معه أو يشوف. أخيرا صفاء وعلى السريع، حل وعلاج الناس اللي عندهم حب التباهي ولفت الأنظار على السريع، إيش علاجهم؟ إذا كان التباهي بمعنى التباهي وبمعنى أنه أنا أمشي ومن أيه وما في أرض الهدي وما عليك قدي، فهذا الشيء أيه لازم علاجه. أول شيء عمره ما حيكون في علاج إذا ما جلست مع نفسي لمية واعترفت بالمشكلة، لو كلنا اجتمعنا عشان نقول له عندك مشكلة إن هم شايفين هذا مش مشكلة أصلا، هذه هي الفكرة. فهو اليوم اللي يبدأ يشوف فيه أنه هو في مشكلة يبدأ، غير كده حيكون أوكي. الموضوع ما حيقدر أنه يتغير، فكل إنسان جميل. مستبصر بذاته وعارف الدرجة الكافية للموضوع. جميل جدا، شكرا لك صفاء، منورتنا كالعادة، يعطيك العافية. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل، موهبة التعليق الصوتي، إمكانيات شبابية قابلة للاستثمار.